الاستفتاء على استقلال اقليم كردستان خلق ازمه اخرى اضيفت لملف العلاقات شبه المتوتره بين بغداد واربيل فريس اقليم كردستان مسعود البارزاني متمسك بموقفه من اجراء الاستفتاء في شهر ايلول رغم المعارضه الداخليه والخارجيه متمثلة بالرفض الامريكي والتركي والايراني وهو ما دفعه لارسال وفد الى بغداد لاقناع العبادي وكسب تاييد بعض الاطراف لكن النتائج لم تاتي بما يشتهي رئيس الاقليم خاصة وإن كواليس لقاءات الوفد لم تكشف حتى الآن، وتصويت البرلمان على قانون انتخابات مجالس المحافظات باستثناء كركوك اعتبرته بعض الأطراف الكردية انسجاما مع مطالب التركمان في تأجيل الانتخابات في المحافظة المتنازع عليها، أما ضيوفنا لهذه الليلة النائب الدكتورة أشواق الجاف النائب عن التحالف الكردستاني أو الحزب الديمقراطي الكردستاني، النائب جاسم محمد جعفر النائب عن ائتلاف دولة القانون. استفتاء كردستان معارضه داخليه وخارجيه انتخابات كركوك صراع سياسي في المحافظه المتنازع عليها على رئيس الوزراء حيدر العبادي عن فتح باب الترشيح للهيئات المستقله امام المواطنين الكفؤين واكد ان توزيع المناصب بين الاحزاب يفقد عمل الدوائر الحكوميه واستقلاليتها. العبادي اشار الى ان الدوله العراقيه دوله مواطنه وليست دوله مكونات وعلينا ان نخدم جميع العراقيين باعتبارهم مواطنين من الدرجه الاولى. لا زال وفد اقليم كردستان الذي وصل العاصمه بغداد يوم الاثنين الماضي يعقد لقاءات مع الاطراف السياسيه. بعد لقاء رئيس الوزراء حيدر العبادي وزعيم تيار الحكم عمار الحكيم التقى الامين العام لمنظمه بدر هادي العامر الذي ابلغ الوفد ضروره استبعاد خيارات الحرب والحفاظ على وحده العراق وحذر رئيس البرلمان سليم الجمهوري اثناء استقبال الوفد الكردي من اتخاذ مواقف مصيريه تنعكس سلبا على المناطق المتداخله. رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني وجه في تلك اثناء رساله الى جميع كوادر واعضاء وانصار الحزب الديمقراطي الكردستاني بمناسبة ذكرى تأسيسه ال 77 أكد خلالها أن استقلال كردستان والسلام والتعايش هي من أهداف الحزب وأشار إلى أن الديمقراطي الكردستاني مستعد لتقديم التضحيات في سبيل الاستقلال ولمعرفة شنو هاي التضحيات تنضم مع هنا في الاستوديو الدكتور أشواق الجاف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني. Thank حياكم الله من جديد دكتوره دائما حضورك للاستوديو ترتدين زي الكردي اليوم رساله جديده انا في كل جلسات مجلس النواب وفي اغلب لقاءاتي ارتدي الزي الكردي زين رساله واضحه احنا ما بحاجه انه نرسل رسائل ان احنا معروفين يعني بهويتنا اها زين شفت شوي سجلت ملاحظات على الاخبار نعم. اللي قراتها صحيح انا يعني على الكاميرا بس اشوف السجلين ما اعرف خليني ابدا من قضيه انه قد قدم تضحيات. نعم. التضحيات التي اللي افهمها الدم. بسم الله الرحمن الرحيم تحيه لحضرتك ولمشاهدي الكرام مم. وتحيه الى فخامه رئيس الاقليم البيشمرك المناضل وايضا كل كوادر الحزب الديمقراطي الكردستاني بمناسبه ذكر في 71 على تأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني كأقدم حزب في إقليم كردستان. التضحيات التي ذكرها فخامة رئيس الإقليم هي تضحيات بيشمرقة كردستان" أي بما معناه أنه كل من ضحى بقطرة دم يجب مم. انه نحترم هذه التضحيات ونتوحد اليوم مم. في سبيل تحقيق حلمهم، يجب ان نحترم حلم ال 182 الف شهيد الذين دفنوا بالمقابر الجماعيه، خمسة ألاف شهيد قد قصفوا بالسلاح الكيميائي و ألاف شهيد من البارزانيين الذي او 8000 عفوا الذين أنفلو وأيضا الخمسة آلاف قرية التي دمرت بالتالي كل هذه التضحيات وأيضا تضحيات الشهداء البيشمركة في مرحلة السلاح النظام المسلح ضد الدكتاتور صدام وأيضا في هذه المرحلة ضد داعش دكتور يجب أن تحترم جيد تحترم لكن لو أقول دولي كل هاي التضحيات بكل الجزئيات اللي ذكرتيها هم للكرد بشكل عام حتى أقول الاستفتاء يجب أن يمر من خلال هاي التضحيات اللي ذكرت كاستفتاء كردي لو تقولوا لا هاي خاصة بالحزب الديمقراطي وهذا استفتاء للحزب الديمقراطي لأنه شركائكم الكرد ما نعم. أحب تعطيني فسحة من الوقت لأن أكون مغالطات كثيرة مع كل أسف أراها في الإعلام العربي وهي بسبب أما أنه غلط بالترجمة أو أنه هنالك من يتقصد بأن يقول بهذا الشكل. أولاً هذا الاستفتاء ليس فقط للكرد، خلي يكون واضح، هذا استفتاء إقليم كردستان. بكافة قومياته العربية الأصيلة التي كانت وليست التي أتى بها صدام اللي يسموهم مع عشرة الكردية والعربية والتركمانية والكلدو أشرية وبكل أديانة الإسلامية والمسيحية واليزيدية والكائكية وأي ديانة أخرى لم أذكرها فبالتالي هذا الاستفتاء ليس استفتاء حزبيا وإنما هو استفتاء أبناء إقليم كردستان بكافة قومياته وبكافة أديانه هذا واضح والرسالة أعطيت لي أكثر من مرة وبالتالي شاركوا هذا و... تعميم راح يزعلون بس اسمح لي بس دكتورة لا هذا التعميم راح يزعلون من وراء مثل ما بصراحة بدأوا يشبهوكم مثل ما أكو بغداد من بصراحة مثل ما يسموهم أنه سنة السلطة الآن اللي يحتاجوهم أنه يكون أكو تصويت بالبرلمان أكو أشخاص معينين حتى أنتم جبتوا مكونات السلطة اللي موجودة بالإقليم اسمح لي احنا ما ممكن تشبيهنا باي مكون اخر تعرف ليش لان اكو واقع في اقليم كردستان لا يوجد فرق بين كردي وعربي وتركماني وتقدر تروح تسال انت هناك للمواطنين الاصليين موجودين على حتى اللي يزورون وبدليل انه احنا احتضننا كل النازحين مع انه عندنا ازمه اقتصاديه مع انه احنا عندنا اساسا آه عدم وجود آه بناء آه بنيه تحتيه متكامله بسبب الازمه الاقتصاديه لكن احتضناهم لان هذا واجبنا اللي احنا في يوم من مرينا. ارجع للنقطه اللي حضرتك تقولها، الاستفتاء ليس حزبيا لكن من يريد ان يصوره انه حزبيا حتى لا يدخل في الاستفتاء ويقف ضد اراده الشعب هذا مشكلته، نحن قلنا وبدليل انه اللجنه العليا للاستفتاء هي شملت ودعوا كل الاطراف اثنين الذي لا يريد أن يشترك لأنه له غاية معينة الوقت يمر لا ننتظر القافلة تسير يجب أن يركب الجميع جميع القافلة شنو عند غاية معينة شنو الغايات اللي يحاولون اللي من خلالها أطراف كردية تعطيل الاستفتاء أريد أوضح فد نقطة أكو أشخاص لا تقول لي أطراف ماكو حزب كردستاني اليوم يقف ضد الاستفتاء هذا واضح بكتلتي التغيير والجماعه الاسلاميه، تعرف ليش؟ هم مو ضد تقرير المصير وانما هم انا اشهد انكم اتصرفتوا بذكاء خليتم امام امام الراي العام الكردي، خليتم امام الواجهه، حلم الدوله الكرديه، اذا ما تحقق اي طرف يوقف بالضد أن انتم وقفتوا ضد تطلعات الكرد، خليتم امام الامر الواقع أه هذا مو انه احنا حطيناهم امر امام الامر الواقع، هذا مم. حلم كوادرهم اللي اعطوا الشهداء <applause> وهذا حلم الشعب الكردي وكل ابناء اقليم كردستان، اعيد واقول كل ابناء اقليم كردستان، اذا مو احنا اليوم نجي نحطهم امام امر الواقع، هو هذا واقع انه اي مواطن في 2005، اوكي اعطيك سؤال اسالك عني سؤال، <applause> بال 2005 شنو شان النتيجه مع الاستفتاء؟ <applause> نعم للانفصال كان واليوم ايضا مره اخرى عندما اختار الشعب الكردستاني ان يبقى مع العراق الموحد الواحد ظنا منه بانه هذه المواد الدستوريه وصوت على الدستور ظنا منه أن هذه المواد الدستوريه راح تطبق انا ذاك لكن بعد 14 سنه ماكو ما مواد دستوريه طبقت يعني بس اسمح لي بس اسمح لي, أسمح لي. لا رجاء تسمح المغاني من بغداد قلت تسمح لي تفضلي عمود تكون صوره واضحه امام الشعب العراقي مم. من بعد 14 سنه وانت هسه انطي بضميرك 182 الف شهيد 8000 شهيد من البرزانيين 5000 شهيد من ابناء حلبشة النازحين ما حد بس اسمح لي لا خلي اكمل الجمله افهم انا ايش دا اسالك سؤال لو ما هاي التضحيات ما تاخذون رئاسه الجمهوريه ببغداد ما تاخذون وزاره مهمه دكتوره لا, واقع آه, هذا. اعتقد انت دا تخلط المند ناخذ لانه م. استحقاق انتخابي لان اكو شعب موجود لا زين. يمكن تهميشه م. بس قل لي اي من هاي الفئات اخذت حقها بالتعويضات للظلم اللي صار عليها من زمن صدام أبنائنا النازحين اللي كانوا في نفس مكان اللي كانوا نازحين بيها أخوتهم الشيعة ما قبلوا أنه ينطوهم حقوقهم لأنهم كرد في مجلس النواب اللي هو قبة البرلمان المفروض يكون عادل وحقاني قوات البيشمركة الشهيد البيشمركة يوميا يستشهد ودم الزكي يختلط مع أخوه في الحج الشعبي والجيش العراقي والحج السني لكن ما له حقوق هو الوحيد اللي ما له حقوق ليش؟ ثلاثة آه أنا أسأل ليش ليش ساكتين؟ اسمح لي ما ساكتين هذا الهدوء اللي ممكن تسكتون عن حقكم اللي يضيع حق شعبكم متى سكتنا؟ إذا تقولين هاي الفترة كلها ما انطوكم شيء عليها إذا أنتم ساكتين لا احنا ما ساكتين احنا دائما اعترضنا زي. ودائما قلنا لا نريد أن نكون مشاركين يجب أن نكون شريكين في صنع القرار واعترضنا زي. وسجلنا هذه الخروقات في الملف وحسب القانون الدولي انت عندما تكون مع دوله مع حكومتك اللي انت ضمن اطارها يعني ضمن اطار الدوله يعني خطوه بخطوه تمشي إيه وياها حسب الدستور لبلادك زين. وعندما تنتهك حكومتك كل حقوقك وتنتهك المواد الدستوريه آنذاك ذاك لك الحق بان تطلب حقوقك من المجتمع الدولي ضمن القانون الدولي لحقوق الانسان وضمن مقررات مجلس الامن <applause> فبالتالي احنا ما ساكتين احنا داعمل... بنعطي الفرصه العراقيه دكتوره دائما تهددون بتدويل القضايا هذا مو تدوير القضايا هذا العراق موقع عليه يعني 1970 اخي العزيز <applause> يعني مو الكرد وقع ولا الحكومه العراقيه موقع عليه <applause> فبالتالي اليوم الحكومه العراقيه من واجبها ان تطبق ما وقعت عليه <applause> احنا صوتنا للدستور التزمنا به دعونا انه نحل المشاكل 14 سنه احنا حوار زين شعبنا مات من الجوع نضل بالحوار احنا 100 سنه اللخة فبالتالي احنا ماشيين خطوه بخطوه وكل مره نريد نخطو خطوه يقول لنا تعالوا نتحاور زين الحوار غير المفروض ان يكون وفق الدستور والقانون بسقف زمني لو يظل مفتوح ما لا نهايه يعني بزمن صدام 35 سنه قصف كيميائي مقابر جماعيه هدم قري مز... آه... قرى و35 سنه قضيناها 14 سنه مواد دستوريه طبقونا اياها اذا شو وقت راح نظل بس رافعين ايدنا للسماء يا ربي الحكومه الاتحاديه الله يهديها وطبق لنا الدستور يعني ما ممكن من اللي, اللي خلى واجهه المشاكل بس ال17% كل ما كنتوا تتحدثون او يتحدثون عن الكرد قالوا ياخذون 17% حتى هسه قضيه التعويضات واللي ممكن تروح انتم ماخذين هاي الحصه تديرون بها الاقليم 17% مع جل احترامي هذا التمويه وتشويش على فكر المواطن في الشارع العراقي لانه احنا ما نستلم 17% هاي من ايش وقت ما تستلمون؟ من اول يوم ما نسمي 17% تعرف ليش؟ زين اقول لك اياها هاي احدى النقاط اللي عليها اعتراض من حددت 17% انا راح اعترض تقول من اول يوم ما نستلم من اول لي. يوم عليها المشاكل إذا أنت تسمح سببلي. لي أنت تسأل السؤال ما تخليني أكمل شو زيان. راح يفتح المواطن زين أحد النقاط اللي خلاف عليه هي هذا أنت مه. 17% من حدد حددت كانت المبلغ السيادي 1 مليار اليوم شكو ماكو بالعراق يضيفوا على السياده وصل من 20 مليار فانت ال 17% بعد ما تقطع من السياده ما يبقى لك 9 بوينت، 9 بوينت من المبلغ اللا شيء مو فقط للاقليم حتى للمحافظات فبالتالي هذا هو يتوقعون انه هم دي بذكاء دي هو واضح يعني اعطيك مثال القروض اللي يقرض العراق من الدول الخارجيه واللي يسدد بها رواتب الموظفين وهذا مو اني بس محافظ البنك المركزي اعلنها بجلسه البرلمان انه بالاعتماد على احتياط البنك المركزي والقروض احنا نطير رواتبنا هاي قصدك الاخيره الرواتب الحكومه الاتحاديه زين القروض الاخيره بس اسمح لي اي نعم احنا ان حسب القانون المفروض حصه بالبنك احتياط البنك المركزي وبالقروض هذا مو حكي بس اني حكي كل المسؤولين العراقيين بس احنا ما ينطونا اياه جوي بالسياده ايش القروض وفوائدها يعني انا يا هارون ما أنطق حقك ولا درهم بس افرض عليك الديون لازم تنطي والفوائد يعني هاي باي قانون دوله صايره يعني وين صايره هاي لا ما معقوله الاضطهاد لهالدرجه هذا آه مو حكي روح قانون جي. موازنة الدولة العراقية 2017 طلعها جي. إذا ما كانت هيك تعال قولي دكتور أشواق هذا آخر يوم أستضيفك في برنامجي اللي أنت غير صادقة يعني ما معقول انه لهذا الدرجه تحمل الفوائد وتوصل لهذه المرحله من خلال كل هذا أضيف اللي لك موجود على اضيف لك نقطه اخرى اخي دي. العزيز مم. مبالغ النازحين كلها حاطيها بالسياديه مع انه شقد اكو فساد في ملف اغاثه النازحين النزا... النازحين المقاريد مم. احنا كلجنه حقوق إنسان نشوفهم شنو من عذاب ديت يتعذبون اوكي مم. كل هذه المبالغ حاطيها بال سياديه زين لعدي احنا اذا حطيها بالسياديه وتقطعوها من عندنا مسبقا كاقليم كردستان من نطلب احنا نحقق في ملف الفساد اللي لجنه برلمانيه اصلا شخصت م. هذا الفساد بهذا الملف ليش ما يجون المسؤولين عن هذا الملف اكثر من سنه احنا نطالب المسؤولين عن هذا لجنه برلمانيه من كل الكتل قالت انه فرق بين وانا اعتقد بهذا البرنامج ذكرته بين كرفان عن كرفان مليونين دينار يفرق انت احسب الكرافان واحد مليونين يفرق زين إذا انت كم ألف كرافان في حجم الفساد خيمة سعرها أربع, أربع ملايين وخمسمائة ألف خيمة حتى بالبرلمان يعني انا قلت لهم يعني شنو هاي الخيمه اللي سعرها 4 ملايين و500 الف زين انت ما تجي تحقق بالفساد وجاي تحط لي اياه بالسيادي واني طفلي ما يروح للمدرسه لانه المدرسين ما عندهم رواتب ومعترضين والطفل النازح يروح للمدرسه انا مو ضد هذا الشيء بس م. تعال حقق لي بالفساد اللي بيصير بملف جاي. النازحين جيد دكتوره مو هسه هذا كله هذا الكلام الاعتراض واضح على التوقيت أجلوا التوقيت يعني حتى البارح اكو تصريح يقول من خارج من الإقليم، يقول داعش بعد ما يمثل خطر على الإقليم واحنا بعد ما عندنا حدودنا بعد ما بيها مشاكل حدود الإقليم، راح نجل للاستفتاء والوقت مناسب، أنتم حتى اعتراضات الاعتراضات على الوقت ما ماخذيها بجد حتى تتعاونون وياها. سيد نياها. الفاضل الاعتراض على الوقت مو به، طبعا أنا كتبت بعض الملاحظات أثناء تقديمك للموضوع، رفض زي. أمريكي ودولي مع جل احترامي لكلامك مو صحيح، ماكو رفض. جيب لي تصريح يقول جيب. انا ضد استفتاء كردستان، مم. ما حد قال ضد استفتاء. قالوا احنا الوقت ما مناسب، احنا كاقليم كردستان فسرنا لهم اياه ليش؟ قلنا لهم ليش؟ قالوا اولا انه نريدكم تشتركون بالانتخابات البرلمانيه مم. ما نريد لجزء يكون هو الاغلبيه ويسيطر، زين احنا كل 44 كرسي واللي ينافس عليه الكرد في اقليم كردستان. زين مع انه المناطق الكردستانيه خارج الاقليم كلها تجمعها يلا يصير 65 اذا احنا اقليه اشتركنا ولا ما اشتركنا هم مبينين من, من الاغلبيه ثم هذه النقطه لا جي... بس اسمع لا مع... برضه بس قضيه الرفض يعني السيد شار... هاشار السيد هاشار زيباري اتحدث قال رغم الرفض الامريكي احنا مستمرين بالاستفتاء اتحدى تصريح م. واحد البارحه السفير الامريكي بس حتى لقاء الوفد اكد على هذا الموضوع بس اسمح لي اني احكي لك ما لي علاقه بالاعلام شي يقول أنا عندي وثائق بيني وثيقه تقول انا ضد كلمه ضد تختلف على انه التوقيت غير مناسب هذه النقطه الاولى مثل الانتخابات البرلمانيه النقطه الثانيه يقول لك انه انتم حاربتوا بقوه ضد داعش فننتظروا حرب داعش تنتهي احنا حاربنا داعش مو لانه ضمن العراق الموحد حاربنا داعش لانه احنا اساسا ضد الارهاب واللي يقول انه الارهاب آه انتهى آه انا اقول بعد المفروض نكون اقوى في مواجهتنا للارهاب لأن يعني وجودكم تكر... وجودكم ضمن العراق الموحد مدافع بالنسبه لكم للقيام باي شيء ممكن تسوي للعراق سيد الفاضل احنا نحارب الارهاب سواء كنا ضمن الحدود او من ضمن الحدود الارهاب لانه من يجي ما راح يرحم بي اني ككرديه او كعربي او تركماني او مسيحي الارهاب هو يفتك الجميع هو خطر على كل العراقيين من زاخو الى البصره فبالتالي مبدا محاربه الارهاب هو اساسي لدينا نحن مو لانه احنا ضمن العراق فحاربنا داعش لا احنا حتى لو مو ضمن العراق راح نحارب داعش لانه خطر كبير على جميع المنطقه وليس فقط على وليش بس المنطقه اللي ده صورة باريس ومنو دا يسوي مو الارهاب <applause> فبالتالي هاي النقطة الثانية، النقطة الثالثة يقولون والأخيرة طبعاً يقولون أنهم مر التشنج، التشنج مو اليوم صار يعني التشنج من يوم تتفاخر الحكومة أنه هي ضد تطبيق المادة 140 <applause> ومن تتفاخر الحكومة أنه بقرار شفهي ماكو أمر مجلس وزراء قطعوا <applause> رواتب موظفي إقليم كردستان اللي هي سابقة خطيرة أول مرة في تاريخ العالم رئيس مجلس وزراء في دولة يقطع موظف رواتب موظفيه لانه ما زالوا هم جزءا من موظفي الدوله العراقيه. صح في حكومة إقليم كردستان لكنهم جزء وأنا في بداية هذه الدورة طلبت من وزير المالية بالوكالة ينطي الأمر بعد ما راد أنه يفلت من الموضوع أضغطت عليه لأنه أنا إذا أقول لا اسمح لي أنا <applause> يعني إذا أقول ما رح يصدق بي فأنا كنت متقصدة أنه هو يقول ماكو أمر فقال آخر شيء أنه القرار شفهي ماكو أمر زين ثلاثه تشنج حدث من حركه الجيش من الناصريه جابوا على الكركوك وبفتوى من المراجع الحميده من السيد السيستاني انه اعطى انه ما ما يصير معركه ما يصير هذا الشيء فوقفت يعني المواجهه فبالتالي يا اخي مو انه اليوم نطلب الاستفتاء يعني يصير تشنج، فهذه الثلاث امور احنا شرحناها للامريكان، فاوكي قالوا انتم مع بغداد تحاوروا، اذا ماكو ضد. جيد دكتور مواني هسه راح ارجع حتى على قضيه ال... من الاشكاليات الرئيسيه قضيه الرواتب، قضيه الرواتب بقمه الخلاف بين السيد البارزاني والسيد المالكي ما وصلت لهذه المرحله قطع الرواتب او او موازنه الاقليم. هنا وصلت بينما العلاقات كانت توصف بالجيده بين العبادي والبارزاني. مع جل احترامي انا لا يعني بعد كل مؤتمر نلاحظ انه جيد اجتماع جيد وممتاز وجيد وممتاز، انا ما لي علاقه بالجيد وممتاز، انا اريد اشوف على ارض الواقع اكو نتيجه؟ جيد. انت حضرتك تقول ما انقطع، لا انا اعطيك المعلومات بالضبط، الشهر الثاني 2014 الوفد الكردستاني برئاسه نيشيرفان بارزاني نزل من الطياره لقاعه الاجتماع، قالوا لهم ماكو داعي نجتمع لانه قطعنا الموازنه، ليش قطعت الموازنه واحنا جايين نتفاوض؟ مه. قطعوا الموازنة لانه السيد رئيس مجلس الوزراء بقرار شفعي مزاجي قطع الموازنة. الشهر الثاني يعني بعد ال نعم نعم زين آه هذا هو اللي حدث. وهنالك من يروج يقول لانه حكومة اقليم كردستان هي ليش ما رجحها؟ تعرف ليش؟ مع كل الاحترام للسيد العبادي لكنه بصريح العبارة اكو قوة ضاغطة ومتحكمة زين على أنه استمرار الصراع والخلاف لأنه وجود هذه الفئة يعتاشون على خلق الأزمات بدون وجود أزمة لا وجود لهم في العملية السياسية تعرفهم كل زي ماكو داعي ما اعرفهم بس اعتقد تم الاعلان عنهم حتى بكل شاشات التلفاز فدول إيه اللي ما يخلون قولي لي منو فبالتالي دول اللي ما يخلون حتى السيد العبادي انه يطبق القانون الموازي النهايات مفتوحه منو دول حتى نفتهم من القضاء ارجع شو يسمونه نشوفها اذا عناهم بالشاشات التلفاز يعني قضيه علنيه جيبي. إيه ما راح تجيب شيء جديد شوي يعني. آه تعب نفسك شوي ما متابعه انا شوي شايفها شوي تعب روحك وشوفها ها يجون يجون قضيه ضاغطه المهم دورهم سلبي وحتى يمنعون تطبيق القوانين ويتفاخرون بانهم كانوا يمنعون تطبيق الماده 140 يعني حكومه تتفاخر بانها تنتهك الدستور فماذا تنتظر من هذه قاتلت الحكومة؟ داعش وكانوا داعش خلينا نسمي مصائب قوم عند قوم فوائده مصيبه داعش كانت فائده بالنسبه لكم طبقتوا الماده 140 بطريقتكم وتصريح السيد البارزاني واضح ما اخذ بالدم ما راح تنازلون عليه مع كل احترامي نحن لم نطلب من الالويه العراقيه ان تترك كركوك والمناطق الكردستانيه يعني هي تركتها يعني هي لو كانت تحس بولائها لهذه المناطق ما كانت تركتها هي تركتها يعني احنا ما جينا طلعنا الجيش العراقي ورحنا قعدنا بهاي المناطق هم انسحبوا وعافوها ف يعني نترك داعش يقتل به المواطنين العراقيين وهذا صار حتى بمشاركتكم الاخيره ويا عمليات تحرير الموصل والمناطق اللي على اطراف على اطراف الاقليم هم قلت لك المقا... مشاركتكم مشاركه الجيش الاخيره بعمليات تحرير قادمون يانينو المشاركة كانت المناطق اللي سيطرتوا عليها قلتوا حتى هاي ما راح نطلع منها أستاذ الفاضل مرح. أنت تناقشني بخطة عسكرية العبادي القائد عام قوات المسلحة العراقية والسيد فخامة السيد مسعود البرزاني قائد عام قوات البيشمركة والتحالف الدولي هم اللي وزعوا الأدوار كيفيه توزيع الادوار هذا انت هسه سالتني بس, بس اسمح انتو لي بس أنتوا الجيش مرقه قالوا المناطق اللي طبينا لها بعدها الخطه ما راح نطلع من عتهم ممكن تسمح لي مم. عم تكون حل حضرتك للمشاهدين انت سالتني سؤال قلت لي ليش سيطرتوا انا قلت لك انه احنا ما قلنا للجيش العراقي يبعوا في المناطق وروح هم انسحبوا فبالتالي من انسحبوا المفروض يعني العراقيين يتقتلون لانه هاي المناطق ترى ما فيها باسكت فيها كورد وعرب وتركمان وكل هذا فبالتالي ما, ما تركتوا ها تركت هالمناطق ها ومشكورين على هذه الخطوه من خلص صارت المعارك على داعش تطلعون من عدها وترجعون سلموها للجيش العراقي أو احنا شو بدنا نسوي يعني؟ ما طلعتوا من عدها خلص داعش يعني؟ المفروض تسلم هل انه منها. اسمح لي اسمح لي م. هل انه الخطه اللي وضعت بين وزاره الدفاع العراقيه ووزاره البيشمارك والتحالف الدولي نصت على هذا ام نصت على غير شيء؟ جيب. القوات البيشمركة تطا... تطبق ما أنيط بها من مهام أما أنه سياسي صدفة جاي بالصدفة إلى ساحة السياسة ويقول حررتوا هذه المنطقة مع السلامة روحوا خلي هذا ماكو شيء بالعسكر هذا اسال وزير الدفاع اسال قائد عن القوات المسلحه يقول لك هذا تكتيك عسكري هذا المفروض انه الخطه تكتمل 100% بعد داعش بس شوف اعدائكم ما يعجبكم احد بس اسمح لي احنا احنا واثقين من نفسنا انه ما ننتهك دستور وبالقانون وبدليل انه الدعم الدولي اللي جسر لنا لانه ما نحازنا لا يمينا ولا يسارا صح نتهم من قبل بعض السياسيين الصدفه اللي بالصدفه صارين سياسيين وكل يوميه حتى اذا الموضوع بالبصره يقولون صوت اقليم كردستان بس احنا نمشي حسب القانون قوتك في مم. تطبيق القانون دستور انه ما تحيد عنا الوقت مشي بسرعه دكتوره الاستفتاء البعض يصفى انه هو راح ماشيين بالاستفتاء ما حد يقدر ضمانات انه راح يكون التصويت بنعم او لا مع مع اقامه الدوله الكرديه لكن هو بالاخير ورقه ضغط للاستفاده من في المستقبل اولا وبشكل مختصر الاستفتاء في 25 تسعه سوف يتم يه. وسوف نذهب بملابس الشهداء اللي كانوا بالمقابر الجماعية اللي بالسلاح الكيميائي شهداء البيش مارجة, كل عائلة رح تلبس ملابس شهدائها وبأعلام كردستان رح نذهب بالصناديق خلينا نشوف الشعب شيريد انتم مو تقولون انه هو ضد الاستفتاء خلينا نشوف شيريد ما اعتقد شعب مم. اعطى كل هذا الشهداء ويصوت بلا هذا حلم لبعض اللي يعني ضد اقليم كردستان فبالتالي سوف نذهب كلنا في 25 تسعة بملابس شهدائنا اثنين وليست ورقه ضغط لسنا بحاجه الى ممارسه ورقه ضغط او فرض امر واقع لاننا اذا كنا نريد ان نفرض امر واقع لكنا فرضناه في 2003 تعرف كل الزين كانت الدوله جدا ضعيفه لكن احنا حسب القانون الدولي لحقوق الانسان نمشي خطوه بخطوه حسب الدستور والقانون ثلاثه الاستفتاء لغرض الاستقلال ماني علاقه بهذا السياسي صدفه طالع اليوم صاير سياسي يقول لي مسعود البرزاني رئيس الاقليم يريد يسويها ورقه ضغط هذه اللي غلط وطيك في الملاحظه في سياسي صدفه والله سياسي الصدفة هم اساس الخرافية هذا البلد سياده سياده الحكيم قال لحد حد يقول لي الاستفتاء بس اريد اعرف شنو يريد الشعب لانه هي من طوبه الثلج من الصير ما حد يقدر يوقفها الا تكوين الدوله الكرديه زين فاللي يقول انه الاستفتاء فقط هي ورقه ضغط ونريد نعرف شو يقول شريد المواطن كلنا نعرف شريد المواطن الدوله كرديه يا اخوان هذا الكل يعرف انه المواطن شريد ما انا لك هذا التعميم على كل المواطنين الكرد واثقين من عند انتم تحكوا بلسان الكرد الحزب الديمقراطي الان قالوا يمثل بس جمهوره هو ليش الموضوع بس الحزب الديمقراطي الكردستاني اللي واضح هيك اللجنه العليا مم. للاستفتاء فقط الحزب الديمقراطي الكردستاني حتى اللي يتكلمون باسم كتله التغيير مع جل احترامي لهم هم برلمانيين لكن الناس ما صوتت لهم ما صوتت حتى يعني عبر عن رغبته في تقرير مصير صوتت له حتى يراقب الحكومة وشرع قوانين هذا اللي نص على الدستور من يقرر مصيره هو المواطن وأغلب المواطنين لا تنسى أنت حزب التغيير هو جزء من رحم الاتحاد الوطني الكردستاني اللي هو ضحى بآلاف كانوا قالوا احنا مو مع ضد تطلعات الشعب الكردي لكن احنا نشوف الوقت غير مناسب للأقليم وحقهم الناس مطرودين من عاصمة الأقليم أجل الاحترامي ما مطرودين بعض من يريد ان يروج لنفسه انه مطرود حتى يصير في اي بي وهاله بس الدخول دكتوره ماكو ما, ما احد ممنوع ماكو احد ممنوع اسمع البرلمان ليش نسمح للبرلمانيين الموجودين في بغداد كل يوم يهجمون على البيشمركه وعلى اقليم كردستان كلهم بيوتهم باربيل وننتقد حقيقة بس هذا الشيء وهذا الشيء فاللي يقولون احنا ممنوعين هم مم. اللي خلقوا لنفسهم هذه الهالة، كل الحدود مفتوحة لكل النا، احنا محتوين مليون و500 نازح ما نحتوي بس هذا ترويج وتهويل وخداع للشارع الكردستاني والشارع العراقي نجي البرلمان نقول بدون مم. بدون شرط تعالوا فعلوا ليش ما يريدون يفعلوا؟ مم. ليش؟ لانه على شروطكم انتم خليتوها ماكو اي شروط تعالوا فعلوا اي صيغه تريدون اي قانون تناقشون ما عندنا مشكله تعالوا فعلوا ليش ما يفعلوا؟ يقول من نحتاجون رادوا غطاء شرعي للاستفتاء طلبوا من عندنا نفعل ما نحتاج لانه ما نحتاج قانون لان هذا استفتاء سياسي وبدون قانون لكنه نحمل على وحده الصف وتصفير الخلافات السياسيه هذا السؤال هو يوضح ماذا يريدون بعض سياسي الصدفه ليس المناضلين اللي جاوا اللي ناضلوا بالجبال واللي ارفقوا قيمه هذا اليوم. اليوم. خلينا السياسي صدفه هواي كرت تروحين طلعين غير مصطلحات اليوم خلينا نشكر الدكتور اشواق الجاف النابع من الحزب الديمقراطي الكردستاني. شكرا, شكرا جزيلا شك دكتور. تسلم. شكرا <applause> دكتور. <applause> <applause> <applause>